السلام عليكم، انا سي مصطفى بن حمدان، رئيس تعاونيه شاحنات النقل الارمال بمدينه العرائش. تنشوفوا تنظموا واحد الوقفه احتجاجيه، بغينا نعرفوا الاسباب والدوافع ديال هذه الوقفه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتجاج اللي كيديروا هاد ارباب الشاحنات جاء بناء على توقيف ديال بعض المستودعات اللي يديروا المعالجه للرمال، لان كما هو في علمكم ان المقلع ديال ولاد الصخار ما بقاتش فيه ديك الكتبان الرمليه تقاضات، ولات الرمله اللي باقا تما غير اللي هي مخلطه مع الاتربه والحجاره والاوحال. فكان لابد باش يبتكروا هاد الناس اللي داروا المستودعات باش يعالجوا هاد الرمله باش تولي صالحه للبناء، تكون عندها الجوده، فاضطروا يديروا هاد المستودعات. وهما كان عندهم الرخص ديال هاد المستودعات ديال مطرح الرمال وبيع الرمال، عندهم كلهم هاد الرخص، الا انهم منين ابتكروا هاد المواكن باش يغسلوا هاد الرمله اللي جات بقات كتخرج الليجان. هاد مؤخرا الليجان كتخرج من العماله، بعض الليجان كيوصلوا لعند مول المستودع كيعطيوه ورقه كيقولوا له عندك 10 المليون ديال الغرامه وعندك الاغلاق، كيمشيو بحالهم بدون سابق انذار لا كتابي ولا شفوي ولا شي مده يعطيوك اش خصك دير ولا خصك دير هاد المساله هادي، راه خصك تكون هكا او لا خصك تكون هكا او خصك تبعد من هنا، لا ما كاينش 10 المليون والاغلاق وكيمشيو. غلقوا واحد 3 ولا 4 ديال المستودعات اللي كانوا باقين، غتوصلهم النوبه غدا وبعدو هما غاديين، كل حيت يوميا كيدوروا اليوم. خافوا سدوا قبل ما تجي عندهم اللجنه، خافوا قال لك نخلص انا 10 المليون وغلقوا لي، اللهم نسد اللهم بعدا نسد. منين سدوا هاد الموالين الشاحنات مجبروا فين يخويوا الرمله، لان الرمله لابد خصها تمشي تعالج عند المستودع، حتى واحد ما يقدر يبني بديك الرمله اللي هي كلها تراب وحجار وغيص. منين قالوا لهم المستودعات حنا سادين حنا ما عندنا، كاين اللي قال لهم حنا راه سدونا، وكاين اللي خاف قال لهم انا ما نقدرش نحل، ما عندي ما ندير لكم. جاوا لهنايا كيحتجوا باش يشوفوا واش نشوف لهم انا الحال ولا السلطه تشوف لهم الحال، وهذا الشيء اللي كاين. شنو هو السبب السلطه اللي خلاتهم يغلقوا هاد المستودعات؟ شنو السبب اللي خلات السلطه يغلقوا هاد المستودعات هذو؟ الدوافع ديالهم؟ لو كان كاين السبب ما يبقاش فينا الحال، يكون شي تعليل يقولوا بناء على كذا ولا كذا، لا كيسد لك وكيقول لك 10 مليون والاغلاق وصافي، ما كاينش اسباب، ما قالولناش الاسباب. الاسباب كتقل المستودع تقول له شوف انت راه خصك دير هذه ودير هذه، وغنعطيوك واحد الشهر ولا شهرين باش توجد هادشي هذا، حيت راك كتعرف داكشي كيطلب. ثانيا حنا غير مجرد عمال كنخدموا هاد الوطن وكنخدموا باش ما نخليوش هاد الماده الحيويه توقف من جهه الشمال ديالنا، وكنخدموا الوطن ديالنا بالدم ديالنا. هما اداره في عطل اللي غيديروا هكا هما يعدلوا لنا هاد الوراق، شكون اللي كيعدل الوراق؟ الاداره. فالاداره تجي تساعدنا وتوقف في يدنا وتاخذ بيدنا وتصوب لنا هادشي هذا، ياك في يدها كلشي. الا كان شي مستودع فيه الضرر ايه حيدوه، ولكن الا كان خصو مثلا الموافقه البيئيه خصو هادي ولا هادي قولوا له هاك هاد الورقه هادي عدلها وحنا غنساعدوك. المسائل دي كلشي كيتعدل الحمد لله، حنا مغاربه مواطنين اخوه، علاش ما نساعدوش بعضياتنا؟ والملك ديالنا دائما كيقول تقريب الاداره من المواطن، علاش يا ودي هاد الحقره هادي؟ بالنسبه لنا هاد التعاونيه هي رافد اقتصادي ديال هاد المدينه هادي، كتشكل واحد الدعم كبير للساكنه ديال مدينه العرائش. ف كيخص الناس ديال السلطه يتعاونوا مع هاد التعاونيه، لانها كتشكل فهمتي واحد القطاع هذا شد في هذا، يعني بزاف العائلات، فهي كتوفر اكثر من 1500 منصب شغل مباشر، واكثر من 5000 منصب شغل غير مباشر، لان القطاعات كلها هذه شاده في هذه.
فهما منين كيجيو يمنعوا لنا السولارات فهمتي، واحد القرارات جات دغيا تحطت، لان داك الشيء كيطلب الوقت، داك الشيء باش يديروا ديك دفتر التحملات ولا هادي كيخص داك الشيء عاد ياخذ وقت، لان هاد الناس هادو عطاوهم الرخصه وخدامين وجاو في واحد الوقت واحد الظرف وجيز وقال لك لا يوقفوا هاد الناس هادو. أرنا منين يوقف هاد المستودعات ديال الرمال، الناس دابا صافي حنا وقفنا ما كيناش والعواشر هادي كتعرف المصاريف، وزائد على ذلك الدستور ديال 2011 قال بأن الدولة خصها تتعاون مع المجتمع المدني والتعاونيات، وهذه حنا دابا كنشوفوا هذا ماشي تعاون، السلطة خصها تاخذ المسؤولية ديالها، ولا كان شي قرار غادي يخرج يعلموا الناس على بكري ويعطيهم واحد الاجال باش يوفروا الظروف ديال العمل، وهذا اللي كنطلبوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.